كورس اليوناني <applause> ياسين مريح به تدخل في الموضوع ياسين اون جينيرال قبل نعطيك بعد شويه تفاصيل عملت شويه معطيات هنا كيفاش تقيم سيزون بتاعك الاولى في اليونان؟ بون الحمد لله جريس مش سيزون كبيره بالنسبه لي انا سيزون متوسطه مشيت نتعلم فيها شويه تقاليد بتاع الكره الاوروبيه البرا نتصور كوني تعلمت من الـ 25 و 26 ماتش لعبتهم باذن الله خليت طبع باهي غادي ان شاء الله بعد الكوب دافي ان شاء الله عم جي واحد يعمل عام باهي باذن الله ان شاء الله باش يمشي لبعيد. البدايه كانت ممتازه ياسين سته مقابلات كاساسي بنت بعض من 29 اكتوبر حتى 10 فيفري كانت فتره سلبيه شويه لعبت ماتش كامل ومقابله واحده لعبت فيها 11 دقيقه بعد هزيمه ضد الباور كما كنت موجود فيها 3 1 وقتها رجعت انت يا ساسي لعبت 10 مقابلات لعبتهم كاملين بخلاف ماتش واحد خرجت في الدقيقه 69 الحصيله في موسم اول بطوله 18 ماتش 1520 دقيقه وهدف وحيد في الكاس أربع مقابلات 360 دقيقة وفي الأوروبا ليج أربع مقابلات 282 دقيقة تقريبا بداية جيدة معناها الليج أنت صحيح كما قلت اول ما مشيت كانت البدايه جيده لعبت تيتولي سته او ست ماتش بعد صار شويه اختلاف مع المدرب نتاعي يعني موش مقتنع بيا برشا قعدت نخدم على روحي مي العام اللي ما ساعدنيش كون اتصبت معناتها مع المنتخب في ماتش المغرب الحاجه اللي خلتني نرتاح شهرين بعيد على الميادين نقعد شهرين بعيد على الميادين ما الحمد لله الواحد كي يصبر ويخدم هذا لوروب لازمك تصبر لازمك تخدم الناس كل سواسية غادي ما عندوش اكس ما عندوش اكريك فماش ناس تلعب بالاسامي اللي يعطي يلعب دونك صبرت وستنيت فرصتي والحمد لله نتصور راح يكون في الميت كي جات الفرصة المدرب بدل رايو عليك ولا تبدل هو لا اكيد بدل رايو بالخدمة بالعمل بالانضباط غادي بالديسبلين وكي تجي فرصتك لازمك تكون حاضرة 100% تصور راح ي... عطيت لو ماكسيموم وتوا الحمد لله يا ربي. باهي طيب تو بعد نحكي اكثر على اولمبيا كورس خلينا نعملوا فلاش باك برشا نقولوا لتالي كيفاش بديت من الاول الكوره؟ والله بديت في جمعيه الأمة، هي جمعيه ريانا بديت نلعب من الصغر طلعت سينيور لعبت في الليغ 3 بعد طلعنا الحمد لله الليغ 2 لعبت سي موا في الليغ 2 مع ريانا بعد رئيس النادي فسخ لي عقدي الحمد لله يا ربي عليش. عقد بخمس سنين صار شوية اختلاف بيني وبينه عقد بخمس سنين نعرفش شنو صار قال لي خويا تفضل أو العقد نتاعك وفي عليا ماش حاشني بيك بعد عام عامين بعد خ... ستة اشهر بعد ستة اشهر آه. الكونترا... آه. كنت خمسة سنين بعد ستة اشهر فسخ لي آه. الحمد لله هذه نعمة من عند ربي معناتها واحد فسخ كما يقولوا عسى ان تكرهوا شيئا خير لكم صحيح آه. كاو آه... وقتها اتصلت بسي شكري خاطري بما انه دربني قبل في ريانا في الكابل الحمد لله عطاني عطاني المتلوي وعطاني فرصتي وعطا فيا ثقه اللي نقدم له بالتحيه من هنا والشكر لانه المدرب هذاك عندي في برشا ثقه ونحترمه برشا ونحبه برشا دونك عطاني شانس في المتلوي بعد ربي سبحانه أه نتصور راح يكون في الميد غادي لعبت بالكدا عملت عام ممتاز بورتو كانت في شويه اصابات العام ذاك مي عملت عام ممتاز الناس كل تحبني غادي واهل الجنوب ماتا ما شاء الله اهل المتلوي ناس طيبه ياسر <applause> بعد مشيت منتخب اولمبيك مع سينيزا خنفير وبشوي بشوي الاسم بدا يتعرف بشوي بشوي بالخدمه كذا بعد نادي غير سفير سي وكنت وكانت وقتها المفاهمه مع سي لوتي عبد الناظر وسي الناس البدوي كملنا عملنا كونترا بأربع سنين نتذكر الحمد لله في سفيقس كانت معناتها مسيرتي طيبه نتصور الناس كل تحبني وانا نحترم الناس كل وفضل النادي ديما موجود أه عطاوني الشونس عطاوني الثقة بالقدية خلوني نلعب على راحتي غادي الحمد لله نتصور وريت إمكانياتي غادي وإن شاء الله القدام إن شاء الله كيفاش تكونت وانت صغير؟ كنت نشوفك مرة في ولا مرة في اللاكس ومن بعد بيفو ممكن تو تدير في اللاكس. أول ما بديت نلعب صغير نلعب اللي غوش. زادة. من بعد وليت اللي اللي دروا. ميك غوشي أنت. يعني. أه؟ ميكش بلي لا مانيش غوشي بديت نلعب اللي من بعد وليت نمرة ثمانية. شوية بشوية بديت نتيح التالي التكنيك بدا ينقص ما باش على جول معناها لا لا بديت نتيح لتالي لين عام الجونيور ثاني عند الوالد نتاعي اللي قال لي العب بيفوكسيال حطني بيفوكسيال بوندون دو بوندون عام ونص عامين قعدت نلعب بيفوكسيال وطلعت فعليا نلعب بيفوكسيال مي في صفاقس وخرت للاكس مي حتى في المتلوي لعبت عند سي شوكي بيفوكسيال بون ندخل انا المركز هذاك ونسقن لعبت حتى على اليمين زاد اي ماتش ظهر ليه؟ لا زوز فما لا يدروا بالزهر زوز لا يدروا تضربوا تتقطعوا تضربوا دونك المدرب قاعد يخمم مشيت له قلت له نجم تعاول عليك ظهير ايمن خاطر لاعب قبل حتى في النادي ذا سيغسي عملت عام لاعب اه انت فكرهم اي آه. ما فماش حل وقتها ويخمم شي يلعب غير جوش يا اخي قلت له انا نجم نلعب وقتها جربك ومشيت و ضد ميلان ظهر ليه؟ لا دينامو كييف اه اوكي و روبا ليج لا ويتيام وقتها أه، ماتش ضد المينا ما يصيرش مادام جبدنا نحن ظهر لي عنده شرم خاص في سان سيرو اكيد في سان سيرو حتى في كاراسكا كي في بلادنا كي ربحنا 3-1 و... ونحن ترشحنا وما روح نادي كبير نادي الميلان فما شارم شارم خاص كونك تربح وتتعدى أوروبا ليج وهي تروح في تو في سان سيرو برشا غادي يجيو يشجعوا برشا توانسه يعرفوا تعرف انت الميلان اشترى ما آه. غادي في توانسه كذا الحمد لله ماتشات باهيين ماتشات دو نيفو تتعلم منهم حتى كان لا قدر الله ما تلعبش كي تتفرج تتعلم منهم. امم صحيح. بيه اه يلعب مع كيف كيف ملاعب كبير اسمه يا توري رغم اللي قعد ثلاث شهور هو جا في اكتوبر فسخ في ديسمبر. والله ان بالاكسبيريونس اه بالحق انسان معناتها من اروع ما تنجم تشوف في حياتك. هز تتروات العالم الكل التواضع اللي فيه يخليك اه اه تحشم على روحك. خليك تقول انا شكون وعلاش آه <تتعلم> مع... ما نتصرفش كيفه وعلاش ما نعملش كيفه آه كرويا مش نحكي عليه معناتها تتعلم حتى كي تلعب مع في افريقيا اكيد حتى كي تلعب تتعلم معناتها تشوف كيفاش يتحرك كيفاش يغزك كيفاش يلعب كيفاش ديما الكلام البوزيتيف كيفاش ديما يشجع في اصحابه نتمنى له مسيره طيبه علاش ما قعدش؟ والله ما لعبش هو معنا برشا معناتها عمل زوز ولا ثلاثة ماتشات ما, ما, ما نصور, نصور ما تفهمش من بعد كذا ولا سي كبير ما عادش مازالت تصنع وهي اوكي كبير تونسيات ولا تونسيات آه. سيبالي ما الصنعة موجودة معناتها بالتكنيك نتاعو نتصور مازال ينجم يلعب في بالي باش نمشي لقطر انا حتى حكيت معاه في بالي باش نمشي لقطر سمعت لي هو مات اعتزل كره القدم وم... آه. عنده نهارين تقريبا آه مدرب نتمنى له مسيره طيبه وان شاء الله في العرس تاعي تشوفوه ان شاء الله ان شاء الله كيف كيف يلعب معك اللاعب المصري احمد حسن كوكا انت سوى اقرب واحد ليك ولا اي هما زاد ثلاثه اقرب لي ما هو زاد قريب خاصه خاطر يحكي بالعربي برشا فهمت فأنت... حتى هو معناتها انسان طيب وانسان باهي ومهاجم باهي قاعد يسجل في بطش اهداف في العام هذايا. مالك ثلاثة بونتو ما عندوش برشا لي اي مالك أربعة سوبر هاتري. اه لي لي صابة معناتها عمل لي جامون في الشهر العام. مالك لي لي صابة مي عمل عام ممتاز نصور باش يكمل يوصل معنا. باهي كيف كيف فما باهي فما زاد حاجات هكا وهكا. يلعب معك لاعب مكاين الصهيوني زاد. كيفاش تتعامل معاه شنو علاقتكم؟ لا لا في العباد الحمد لله اني جيت بحذاك شفا صغير كذا العباد برشا يبعثوا لي على الانستغرام صدقني يمكن بالألف 1000 ميساج يا لا كاين بريمو سيد هذاك مسلم سوغوندو من عرب 48 هذاك مسلم خاطر أمه وبو مسلمين سوغوندو سيد هذاك حفظ قرانك فهمني ثالثه هذاك ساعات يصلي بينا رابع هو اللي قام الفجر ويلعب منتخب اسرائيل هو ما نجمش ينحي ما نجمش ينحي الناسيوناليتي نتاعو ما عنده كان ناسيوناليتي اسرائيل اوكي نحنا مش متفاهمين مع سيكيل حاجه اكيد اكيدة ونحن ضدهم 1000% خاطر مع اخواننا المسلمين معناتها في فلسطين مي نحكي على السيد هذا مش فيه انا كشخصيتي بيه انسان مسلم يصلي معايا يقرا القران معايا ويجي يقاومني في الفجر كيفاش حابين نتعامل معاه كانسان من خو معقول التوينس هذا اللي ما يعديوا شي برشا عباد يبعثوا لي مش معقول وما كانكش تلعب وفسخ من اولمبياكوس على خير ايش دخلني في حاجات باهي انيس في الكلام ياسين سامحني في الكلام تاعك ما تخرجش برشا وراق السنه هذه خذيت ورقه صفر هكا هو وحتى اوراق في 2015 نتذكر عندك ورقه بركة في كاريرك هكا ولا بيدي مسيت الكوره بيدي تزوز فل ولا تحمر اي آه. هذيك الوحيده عندك احمر آه. ما تخرجش هذي... برشا لعبك نظيف معناها ما تخرجش برشا اوراق احمر ليه من والله يشوف هما لو الحموضه بصفه عامه اكثر لعبات توا خاصه في تونس ما تاخذهمش في الكوره تاخذهم معناتها من الكوره كلام مع الاربيتر تشنجات حاجات اخرى بون في الكوره قليل وين تلقى عبد معناتها في كونتاكت ياخذ ورقه حمراء ديريكت الحمد لله ان شاء الله واحد ديما يلعب نظيف ان شاء الله ديما واحد يفك الكوره ساعات كان ويتات بالطبيعه باش العبد يوجع عبد يشبيه في كره القدم ما في الكوره اما ان شاء الله بدون اوراق معناتها الفترة اللي حكينا عليها قبل ذيك فيها ممكن في آخر في آخر العام كانت ما لعبتش برشا ماتشات وقتها كل مرة نسمعوا ياسين في جمعية. والله صحيح قلت لك وقتها جات مع ماتش المغرب هوني وقتها مع ليكيب ناسيونال ومازالوا دو موا على ديسمبر دو موا عديتهم معناتها ما بين الدار والعلاج برشا عباد حكاو لي انا باش نخرج من أولمبيا كوس برشا عباد حكاو ترجي برشا عباد حكاو خليج. كذا ما انا قعدت مركز على خدمتي حكيت مع الاداره غادي قالوا لي نحن حشنا بيك خفينك بالفلوس ونحبوا نبيعوك برشا فلوس ونشوفوا فيك لي كاليتي مازلنا باش نعطيوك الشونس وان شاء الله تبارك هنا الشيء هذا ونحن حشنا بيك. باهي طيب تو عاد نحكيوا اكثر على العروض حكيت قبيلك خاطر اخترت الوجه نتاع اولمبياكوس رغم اللي كان عندك ظهر لي من ستراسبور. صحيح فما برشا أوفروات وما جاو في ديسمبر قبل كوب دو موند وقتها، مي وقتها نتذكر سي معلول قال لي ما تمشيش اعمل كوب دو موند ومن بعد إن شاء الله يجيك حاجات ما بعد كوب دو موند جات سالسبورغ فما دي جون مع الحديد الحدادي وقتها، وفما أولمبيكوس اللي معناتها في الدوري اليوناني، بون أنا منكذبش عليك ما اخترتش أنا الشوا كذب على ربي عليه، رئيس النادي سي المنصف وقتها الشوا بما أن أولمبيكوس عطى 2.1 في الصفق لو على الفلوس معناتها هو حقه حق النادي اكيد بزيد فرنك للنادي و انت تعرف معناتها مش كيما تمشي مثلا جمعيه في فرنسا صغيره ابتي تبتي باش يصبر عليك باش يلعبوك باش كذا باش كذا مش كيما تمشي جمعيه مثلا انت حبيت ما... تمشي لفرنسا انت لا نحكي لك الفرق مش كيما تمشي جمعيه كبيره تلعب على تيتروات تغلط تتنح مش كيما تمشي جمعية صغيرة حتى كي تغلط يصبروا عليك خاطر يحبو يبيعوك جابوك باش يحبوا يبيعوك صحيت ، أولمبيا تاريخ كبير صحيت ، أربعة وربعين شامبيون خويا هاد ما شاء الله دونك الحمد لله كان شوا اليونان وفرحان أنا توا بالشيء هادايا خاطر معناتها توا فان سيزون قعدت نغزر هكايا صافا مش ممتاز ذاك الغاي كما نحب كبدايه تم به صحيح ممكن. كبدايه تم باهي نتصور العام الجاي باش تكمل يكون خير انت. ان شاء الله ان شاء باذن الله انا توا مركز على كوب دافريك ان شاء الله نعمل كاس افريقيا به وباش نمشي نعمل عام به به ان شاء الله باذن الله تطمح تخرج لو كانت عادي كاس افريقيا به اكيد 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 ديما العب يطمح يخرج الجمعيات ما خير ديما انا والله بيرسونيل مون نحب نمشي نلعب في الكره الانجليزيه صدقني فما ديك نحن رئيس النادي متاعنا يملك نادي في الانجليز مي شامبيونشي, شامبيونشي. ال... آه شامبيونشي في الدرجة الثانية مين... انا انا نطمح ان شاء الله باش نلعب في جماعه كيما وهبي في الدرجة الأولى إن شاء الله يا رب ان شاء الله اا آه به العقد نتاعك 30 جون 2022 هكا ولا لا؟ اي مازلت بوازون به دخلت للسيت نتاع ترونسفير مركز القيمة نتاعك 2 مليون يورو حوالي 7 مليارات توانسة اللي هي نفس قيمة من عبد النور المركز التاسع على من لاعبية توانسة المركز الاول فيه وابي الخزري 16 مليون يورو قيمته تعتبر تعتبر هذه قيمتك الحقيقية ولا تستاهل أكثر؟ بون والله أنا بكم من عمري ما دخلت لهم ما نوزرش بهم مي نتصور آه الواحد ان الله يزيد يخدم على روحو ان شاء الله ديما السوم نتاعو يطلع ان شاء الله ديما الاسم نتاعو الفوق ان شاء الله كوتو ديما طالعه هذا يجي كان بالخدمه والصبر والمثابره والديسبلين صدقني انا راني نلعب في تونس ونحترم برشا الكره التونسيه معناتها خاطر انا وتونس اكيد ونحب برشا ساعات نكاور في تونس مي كي تخرج لبرا تشوف حاجه حاجات معناتها تقول في تونس كيفاش قاعدين نلعبوا معناتها نظام ديسبلين ندخل ثمانيه نخرج ماضي ساعه بالنظام عندك عشيتك مع الفامي لونتيرمون كل شيء تحتك كل شيء بحذك حقيقه نتمنى الجوالات صحابي كل يخرجوا معناتها يعملوا هاوي بيه في تونس يخرجوا يلعبوا لبرا بيه. نحكي شويه على جمعيتك الموسم الماضي السي اس اس رغم خروجك كنت عدد الملاعبيه الاساسيين كما بن صالح العواضي الحناش الجريدي الفريق مازال واقف على ساقيه متأهل نصف نهائي كاس تونس نصحب نصف نهائي كاس الكاف اكيد تبعت شويه شنو صار في الاحداث تاع كاس الكاف والثاني في البطوله مازال واقف سي اس اس ما؟ اكيد الصفاقس ما تقف سي اس على حتى جوار في تونس نادي كبير نادي عنده تاريخ عنده تتروات وراه أه نتمنى لهم كل الحظ والله اتأسفت برشا على ديمي فينال كيفاش خرجوا في الكاف ساعه نحكي مع حمزه ديما المثلوثي خاطر هو صاحبي الاكثر انسان نحكي معاه قلت ان شاء الله السنه نش... نشوفوا فينال وان شاء الله تستيتر مع السياسيه ان شاء الله السياسيه ترجع تستيتر ويت مالوريزمون ما هزوش ان شاء الله نتمنى لهم حظ اوفر ان شاء الله العام الجاي يعملوا عام باهي، أكشوف شفت صغار جوارات نجم تعمد عليهم يعملوا عامين ثلاثه باذن الله ويوليوا يهزوا ان شاء الله برشا تتروات في تونس ان شاء الله. المعاوض نتاعك في اللاكس هنيد وعمام زوج شبان ظريف قاعدين يعديوا في موسم باهي. اكيد زوج لعبوا معايا هاني يلعب معايا برشا وهني يلعب معايا ستة اشهر الاخرين. زوز شبان باهين ومتربين وديما يخدموا على رواحهم ديسبليني ان شاء الله نتمنى لهم حظ اوفر ان شاء الله ديما متالقين ان شاء الله عندهم كاس افريقيا مع الاولمبي نتصور ان شاء الله عندهم تصفيات قبل ما تشوف الكاميرون ان شاء الله يعملوا حاجه باهيه وان شاء الله يمشوا لبعيد باهي مازلنا مواصلين في الحديث نتاعنا مع ياسين مريح نمشيو نعملوا تفتيحه مع الموزيكا بعد نكملوا في زون ميكس حتى الاربع نتاع مع ضيفنا اليوم ياسين مليح اكسبريس <applause> ما نعرف وين لحظة ما بين في حومة باب الخضراء ولا في الحجامي موزيكتنا تونسي حر على اكسبريس اف ام